دمار هائل حل بالمنازل والطرق والبنية التحتية. جثث متناثرة وأكوام ضخمة من الركام صعبت تنقل الأفراد والمركبات إلا لمسافات قصيرة. ذاك ما تكشف إثر انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون جنوب مدينة غزة. لقينا بالمدارس نازحين وقصفوا المدارس وحرقوا المدارس وشهداء مرمية بالطريق وأخذ صلاح الدين، وإحنا انتكبنا، إحنا كل انتكبنا، إحنا شغلة حاجة كسين طحينة طلعناهم بس بالعافية، ووعينا انحرقوا وفراش انحرقوا، كل المدرسة انحرقوا، ثلاث مدارس عن جلود وسمية وعطى الشوة. تبدو الصدمة جلية على وجوه الفلسطينيين الذين عادوا إلى الحي بشكل مؤقت لتفقد أطلال منازلهم، ليفاجأوا بحجم دمار لم يسبق له مثيل. حرقوا بيوتنا وقصفوهم وجينا في المدارس هذول، شربنا جينا لقيناهم مدمرين ولا حاجة لقينا. لم يختلف الوضع كثيرا هنا بمخيم لبريج وسط القطاع، حيث استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا بالمخيم. طفل بريئة هذه ما لها ذنب ولا لها دعوة في أي شيء، الذنب أنه يقتلوا هذا المجرمين هذين. ورسالتنا لبايدن، أنت أبكوك أطفال أوكرانيا يا بايدن، ألم يبكوك أطفال فلسطين؟ ألم تقول لإسرائيل كفى من هذا قوة البطش ووحدة البطش الإسرائيلية بكفي؟ ومع استمرار توغل دبابات الاحتلال في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يشهد مخيم جباليا شمالا أشرس المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية مستهدفة قوات الاحتلال ودباباته بالكمائن والصواريخ.